أشاد السيد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بالاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالشباب البحريني ودعم مختلف البرامج التي تصب في إعداد الكفاءات البحرينية وتعزيز قدراتهم، الذي يأتي برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية انعكاسا حقيقيا لرؤى سموه حفظه الله. ونوه لدى لقائه اليوم بمقر الهيئة بمنتسبي الدفعة الثالثة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية بمخرجات البرنامج وبدوره البارز في تطوير قدرات وإمكانات الشباب وصقل خبراتهم للإسهام بفعالية في بناء مستقبل الوطن والاستمرار في زيادة مكتسبات مسيرة التنمية الوطنية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى. وأطلع العبسي منتسبي الدفعة على الدور الذي تقوم به الهيئة في تنظيم سوق العمل والأطر التي تعمل من خلالها في تعزيز البيئة القانونية التنظيمية التي تكفل حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشيرا إلى الدور الذي قطعته مملكة البحرين في تأكيد مكانتها على الصعيد الإقليمي والدولي فيما تتبعه من أنظمة تتصل بالعمالة وفعالية أنظمة مملكة البحرين بمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما تطرق إلى الخطوات التنفيذية التي اتخذت أو تم اتخاذها لتنظيم سوق العمل المحلية خلال السنوات الماضية، متناولا فكرة تأسيس هيئة سوق العمل ومسؤولياتها في تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية. وخلال الزيارة الميدانية اطلع منتسبو البرنامج على عمليات الهيئة في مختلف قطاعاتها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلي فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، والاطلاع على إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة والذي يضمن ضبط جميع مراحل ومتطلبات الإصدار ضمن نظام المعاملة الواحدة، بالإضافة لما يحققه من خفض الوقت اللازم فضلا عن ضبط الرقابة على جميع شؤون تراخيص العمل للعمال للعمالة الوافدة وقاعدة البيانات وآلياتها وارتباطها مع مختلف الجهات المالية. هي عادة سنوية تزورنا فيها هذه الكوكبة من أفضل المنتسبين الخدمة المدنية والأجهزة الحكومية. كنا في السابق بالإضافة إلى أن احنا نعطيهم يعني عرض مختصر عن دور الهيئة ومشاريعها، كنا نستفيد كذلك من آرائهم، واكتشفنا وجود عقول شابة نطمح أن تكون في المستقبل من القيادات الإدارية والفنية في البحرين والتي سوف تستفيد منها بإذن الله الحكومة. في زيارتنا اليوم اطلعنا على دور الهيئة في تنظيم سوق العمل والبرامج الإصلاحية اللي سوتها، ومن ضمنها تصريح المرن والنظام الموازي. من خلال هاي الزيارة اتضح لنا أن تنظيم سوق العمل يعتبر من أهم المحركات الاقتصادية للدولة، وهاي شيء يمكن كان البعض يغفل عنه، وشرح لنا عن مشاريع الهيئة ومن ضمنها تصريح المرن والنظام الموازي.